اهلا بيكم بأول حلقة من بلوجات جدو، حبيت اكلمكم فيها عن رأيي في الجالاكسي A5 والجالاكسي A7 من سامسونج 2016. اكيد كلنا شفنا اعلانات سامسونج عن الـ A5 والـ A7 مالية الشوارع. قلت اشوف المواصفات، لقيتهم بسناب دراجون 615، مواصفات كويسة جدا، شاشات حلوة، كاميرات حلوة، بطاريات حلوة. والمفروض الـ A فئة موجهة للفئة المتوسطة، فقلت اكيد هلاقي سعرهم متوسط. جيت ابص على السعر، لقيت 4500 جنيه للـ A7 و3500 جنيه للـ A5. طب دول بأي منطق دول هواتف متوسطة؟ بأي منطق تحط فيهم سناب دراجون 615 اللي هو موجود في البليد اس 6 اللي ب 1500 جنيه، بروسيسور موجود في هاتف ب 1500 جنيه، تحط انت ب 4500 جنيه؟ اي نعم، شاشة أحسن، كاميرا أحسن، بطارية أحسن، لكن هل الزيادات دي هتزود 3000 جنيه على الموبايل؟ لا طبعا مش هتزود 3000 جنيه على الموبايل، يعني سعر مبالغ فيه جدا. كمان A7 محطوط مع الـ S6، محطوط مع LG G4، محطوط مع النوت 4. طيب أنا أشتري ليه A7 وأسيب نوت 4 وأسيب S6 وأسيب LG G4؟ حتى ممكن أشتري من بره نكسس 6 بي. طب ليه أسيب كل دول وأروح أنا أشتري A7؟ يعني حتى من نفس الشركة نوت 4 وإس 6، اشتري نوت 4 اس 6 احسن بكتير من الاي 7. اي 5 ممكن يكون، يعني انا شايفه كويس، اي 5 ب 3500 جنيه، اي نعم غالي شويه عن السناب دراجون 615، اخره يوصل 3000 جنيه، انما كويس محطوط في مقارنه مع الايسوس زينفون ديلوكس و زد 2 وجي 3، يعني هيكون هو برضه يقدر ينافس في الفئه دي، انما الاي 7 ما ينافسش خالص. يعني انت من نفس الشركه منزل الفلاج شيبس بتاعتك، هتنزل هاتف متوسط بنفس السعر، طب ليه تشتروه؟ كمان التحديثات بتاعة الـ A7 هتيجي أكيد بعد الفلاج شيبس دي، طب أنا أشتري ليه الـ A7 طيب يعني؟ يعني سامسونج، يعني مش عارف مش عارف مين، يعني مين اللي بيحط السعر في، يعني في مصر، يعني مين الذكي قوي اللي بيحب يحط التسعير في مصر؟ يعني 4500 جنيه على سناب دراجون 615، 4500 جنيه على هاتف متوسط. طب دي فئه بتقول لي موجهه للشباب، شباب مين اللي هيجيب 4500 جنيه؟ يعني مين الشاب اللي هيجيب 4500 جنيه، ومين الشاب اللي هيدفع 4500 جنيه؟ ولو دفع 4500 جنيه يدفع ليه في اي 7 لما يمكن يدفع في اس 6، ولا يدفع في نوت 4، ولا يدفع في اي، يعني شكلهم، يعني تحس ان سامسونج مش عاوزه تنجح. سامسونج في حبة غرور كده، الغرور ده خد نوكيا، يعني نوكيا كانت مغرورة جدا وكانت بتنزل بأسعار يعني عالية. نعم جودتها رائعة وكل حاجة زي الفل، انما كانت بتنزل بأسعار عالية جدا، تسبب في انها تخسر 40% من السوق في سنة واحدة، في سنة واحدة خسرت 40% بسبب التكبر، بسبب انها ما مشيتش مع السوق. يعني مش حلو انك تفضل تتكبر، تفضل تتمسك بحاجة. دلوقتي بنشوف هواوي او واوي لينوفو، بنشوف حاجات تانية بتطلع وبتاخد الفئة المتوسطة وبتاخد كمان الفئة المنخفضة. أي نعم لسه مش كبيرة قوي ولسه سامسونج مسيطرة، إنما السيطرة مش هتفضل للأبد. اللي بيفتكر إن هو خلاص بقى جامد جدا مش هيفضل للأبد، ونوكيا وبلاك بيري أفضل مثال. مين كان يظن إن بلاك بيري في يوم من الأيام مش هتشوفها؟ مفيش حد شايل بلاك بيري خالص، مفيش حد ماشي ببلاك بيري دلوقتي، قليل جدا، ده أنت لو شفته ممكن تتصور معاه. مع ان بلاك بيري كانت اي حد تلاقيه شايل بلاك بيري، نوكيا كانت يعني فشخره، تبقى شايل كده نوكيا 6600 حاجه اخر في الكلام، انما كله راح ليه؟ تكبر. ما تتكبرش، امشي مع السوق. وفي مؤشرات كبيره جدا، يعني مؤشرات كبيره جدا ان سامسونج مش هي سامسونج قبل كده. ازاي؟ بتشوف دلوقتي احصائيات بتقول 8% حصة سامسونج قلت 8% عن السنة اللي فاتت، 8% بنتكلم على أفريقيا والشرق الأوسط، 8% ده رقم مش قليل خالص، 8% راحوا لواوي، راحوا لينوفو، راحوا لتكنو، راحوا شركات تانية. يعني المفروض نعيد حساباتنا في الموضوع ده. بس ده كان فلوج النهاردة، متنساش بقى تعمل شير ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتتابعنا على الفيسبوك وانستجرام، وتشوف المدانة بتاعتنا. ولو عاوز تسأل ايه هو فلوج جدو ده، ايه جدو دي، فأنا اسمي جدو، او انا اسمي احمد مدحت، يعني الشهرة جدو. بس
سلام.